عايزه اقول لكم بقى بالنسبه للسفير عزيز، احنا لما قررنا ان احنا نبدا فقرتنا اللي هي بعنوان سفيره بجد، لان احنا السفيره عزيزه شويه الاكذوبه يعني، لكن السفيره بجد قلنا عايزين نعمل فقره اسمها سفيره بجد، لانه في سفيرات كتيره جدا مجتهدات وشرفونا بره مصر وليهم دور حقيقي وبارز في خدمه وطننا وخدمة الجاليات المصرية اللي موجودة في الخارج. من السفيرات دي بتأتي ضيفتنا الجميلة اللي من كتر حب الجالية المصرية ليها ونجاحها في أكثر من منصب دبلوماسي خارج مصر، لما جت تسيب لوس أنجلوس في أمريكا عملوا لها 48 حفل توديع وتكريم. سامعين الرقم إيه؟ 48 حفل توديع وتكريم. ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على مقدار كبير جدا من حب الناس ليها، ومقدار كبير جدا من يعني ثمار مجهودها واخلاصها في العمل. معانا ومنورانا في حلقتنا النهارده وفقره سفيره بجد المجتهده السفيره لمياء مخيمر، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية بعد ما رجعت مصر. هي لسه راجعة طازة من أشهر قليلة جدا، جت من لوس أنجلوس وكانت هناك قنصل مصر في كاليفورنيا يعني ولوس أنجلوس. منورانا سيادة السفيرة. ميرسي مدام سناء. 48 حفلة، ده افترا يعني، ده نوع من الافترا. ده الحمد لله شهرين تحتفلوا؟ ثلاث اشهر طبعا يا دوب. بتبقوا عارفين قبليها بقد ايه ان كنتوا منقولين خلاص؟ اول ما هو طبعا احنا مدتنا بتبقى حوالي 4 سنين، لكن اول ما الحركه بتطلع بنعرف ان احنا اتنقلنا خلاص، وبيدونا بقى المواعيد التنفيذ وبيبقى يعني قبلها بوقت مش طويل يعني. لكن طب هقول حاجه، يعني انت كنت قنصل في لوس انجلوس؟ قنصل عام. ايوه قنصل عام. بياخد ده لقب سفير طبعا بتبقى ولا ايه؟ هو في السيستم بتاعنا المصري هو رئيس بعثة يا بيبقى يا سفير يا بيبقى قنصل عام، فالاثنين بيبقوا المفروض انه رئيس بعثة، واحنا عندنا الاثنين ممكن يبقى سفير. انا عملت كسفير قبل كده، قبل كنت عايزه اسالك رحتي فين وجيتي منين وقبل لوس انجلوس بقى؟ دي مسيره طويله. انا ابتديت العمل الدبلوماسي سنه 86 وكنت دبلوماسيه شابه صغيره. 76 86 86 انا قلت 86 مش باين عليكي خالص. 87 بالظبط يعني. ومن وقتها بقى كنت طبعا اتعينت ملحق زي بقيه الدبلوماسيين وتدرجت في العمل الدبلوماسي لغايه لما وصلت. طبعا اول بلد اتنقلت لها كانت ايطاليا وروما، يعني خدمت فيها 4 سنين، وبعدين القاهره رجعت طلعت عضو في وفدنا الدائم في نيويورك. وبعدين بعدها برضو القاهرة، ما بين كل بوست والتاني بيبقى القاهرة. سنة ولا سنتين ولا بيبقى؟ أنا عمري ما قعدت سنة ولا سنتين. مش ملاحقين عليك. أنا في مرة قعدت 7 سنين ما بين نيويورك والفاتيكان. بعد نيويورك قعدت 7 سنين وقعدت طلعت بعد كده سفير في الفاتيكان. وبعد كده 3 سنين وقنصل عام بقى في ما شاء الله الساحل الغربي في الولايات المتحده كله. مش بس كاليفورنيا، ما بتبقيش تبعها؟ لا، هم 11 ولايه بيتبعوا القنصليه اللي هي بتبقى مركزها في لوس انجلوس، انما هم 11 ولايه. ولايات الغرب كلهم والولايات الجبليه ماونتن ستيتس. 48 حفله توديع. احنا هنقعد نقر عليكي، واضح ان احنا قاشرين. هنقعد نقر عليكي. لا انا بحاول افهم بس يعني. لا والله. اولا لو ممكن حضرتك تقول لنا، هل كانت كلها جهات مصريه او عربيه؟ وفي 4 سنين عملت ايه حضرتك؟ يعني في عمر الزمن 4 سنين مش فتره كبيره جدا، بس ما شاء الله ما شاء الله واضح انه تأثير كان قوي. يعني الحمد لله احنا بنعمل طبعا شغلنا، وبيبقى اساسا طبعا قدامنا ان احنا نعمل الحاجه اللي الجاليه محتاجاها والحاجه اللي طبعا بتخدم مصالح بلدنا يعني في الخارج.
هم 48 يمكن يطلعوا اكتر شويه، بس مش مهم. انما هي الحقيقه الجهات ايه بقى كلها مصريه كانت عربية. كانت لا كان مش بس مصري طبعا بصفه اساسيه الجاليه المصريه، ولكن كمان الجاليات العربيه كانت محتفيه بينا جدا جدا، والجهات الامريكيه كمان. فكل الناس اللي الواحد اشتغل معاهم الحقيقه كان يعني عايزين يكرموني وانا ماشيه، والحمد لله